مرحبا، اليوم بدي احكي على قصة كلنا بنفكر فيها اللي هي التقدير. كل حدا يعني من وجهة نظره، دائما بنحكي عنها من وجهة نظرنا نحن، يعني نحن قديش عملنا معروف بالآخرين، وفي البعض في ناس بتشوف لا الأغلبية، ناس بتشوف لا أقلية. أنا من الناس اللي بشوف كتير قلال اللي ما بيقدروا. كيف بنعمل منوقف جنب أشخاص والأشخاص ما بيقدروا هذا المعروف أو الشيء اللي نحن نكون عم نعمله؟ أنا واحدة من الناس كتير بستمتع وقف جنب أصحابي، خصوصاً بأزماتهم الصحية. بستمتع أنه أكون أنا جزء من العلاج. يمكن لأنه شوي بحب حالي، شوي بحس أنه أنا قادرة أني ساعد صاحبتي، قادرة أني أقنعها بالدواء، قادرة حتى مرات أني أكون أنا الدواء، وبقنع صاحبتي أنه أنا ما عندي أي شيء، ما عندي أي مسؤولية إطلاقاً، ولا أولاد ولا جوز ولا شغل ولا أي تفاصيل. أنا كل حياتي هي أني أكون جنبك، وبستمتع كتير وبقنعها مرات. طبعاً كتير ما بيقتنعوا، بيعرفوا أنه أنا عم أقولها لا حتى يرتاحوا بهال يعني بهي الرحلة اللي بكون أنا فيها معهم، ليرتاحوا ما يحسوا بتقل إنه هن عم تقلوا علي، شايليني من مسؤوليات معينة، أو يعني أنا مقصرة تجاه أشخاص يعني أساسيات بحياتي مشان أكون جنبهم، لأنه أنا بعتبر إنه الصداقة هي كمان من الأساسيات، أساسيات كتير بالنسبة إلي. مرات قليل قليل كتير في ناس ما بتقدر. هحكي لكم قصة، هي قصة رمزية لأنه ما بقدر أحكي القصة الحقيقية لأنه بخاف صاحبتي تزعل، لأنه ممكن تكون عم تشوفني وتزعل إنه كيف بحكي هيك يعني، أو كيف بفكر هيك، أو كيف اكتشفت هيك. فالقصة الرمزية بتقول إنه كان عندي صاحبي عندها محل ورد، ورداتها تعبانين يعني على الآخر، مو كتير مهمين، ومحلها تعبان تقريبا كان حيسكر، وهي كانت يعني حتروح فيها. أنا قلت لها أنا حوقف جنبك، حوقف بيع معك الورد ونحاول يعني نجيب ورد ظريف أحسن، وأنا أساساً بدي أشتري من عندك ورد. بالفعل وقفت جنبك اليوم رحلة المحل، نظبط بالوردات ونرتب بالأمور ونرتب بالمحل، وقناها أنه أنا لولا ورداتها بيتي هذا كان يعني شكله فظيع مزري. تصوروا أنه هي صدقت، مع أنه هي كانت بتعرف أنه ورداتها كانوا تعبانين كتير كتير، وما في أشخاص كتير بياخدوا، وأنا تقريباً أكاد أكون الوحيدة اللي وقفت معاها هاي الوقفة، وأنا مبسوطة كنت فيها، مبسوطة بوقفتي. المهم بعد شوي لما صارت تغيب هيك عني، خفت عليها، خفت تكون سكرت محلها، خفت تكون يعني وضعها تعبان، فدق لها إلا طمنيني عنك، أمورك كويسة، كيف محلك، بدك إجي أوقف معك نبيع الوردات. قلت لها أنا كتير كتير عظيمة، ورداتي بجننوا والمحل رائع وكل شيء تمام. اكتشفت بعدين أنه لا، يعني محل لما أنا بطلت كون معاها محل تعبان والوردات رجعوا تعبانين. اكتشفت أنه هي فكرت أو صدقت أنه اللي أنا عم بعمله معاها فعلا يعني معروف كبير لألي أنا، لأنه أنا أقنعتها، فهي شكلها اقتنعت، فبطلت بدياني أجي واقف معاها بمحل الورد، مع أنه هذا بياخد من وقتي، مع أني كنت بعمله بمتعة، بس هو بالحقيقة أنه بياخد كتير من وقتي. القصة مثل ما قلت لكم بالبداية وبالنص رمزية، حكاية مو هيك، بس يعني فكروا فيها كيف هي. مرة جاي حأحكي لكم أنا قديش وقفوا جنبي ناس وعملوا معي معروف كتير كتير كبير، وما عندي أي مبرر، عملت مثل صاحبتي. بالأسماء المرة جاي بآخر سهرة من صولة حأحكي لكم حكاية عني أنا وعن أشياء كتير غلط عملتها بحياتي. للمرة الجاية استنوني. حتشتاقولي طبعاً. طبعاً كتير. بس كويس إنه إحنا مع بعض يعني بالحفلات. الدنيا وحضرتك حتنضم إلينا؟ يلا موافق. يعني موافق، موافق ومتمني. يلا يلا هلا جاي وحضرتك. تمام. طبعا لكم الشرف يا اساتذه اليوم. طبعا طبعا لكم الشرف العظيم. طبعا العظيم طبعاً. يا محظوظين، قلت لكم محظوظين حقرة انكم اليوم انتم حتكونوا مع الاستاذ. مع الاستاذ حتكونوا. طبعا هذا انا غلبان. مجدي انت متخيل انه هدول الشباب الفلاعيص بدهم يكونوا معك اليوم؟ حكاية دول حكاية. يعني شو عملتوا بدنيتكم منيح؟ بسم الله ما شاء الله ولا حاجة. والله بسم الله يعني ما شاء تكونوا الله. مع مجدي الحسيني هذا لا 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 الشرف لا لا طبعا طبعا لا طبعا والله يا رب تكونوا بتستاهلوا.
يا رب. لا شرف لينا والله، هم اساتذه والله جميل. هدول اطيب ناس بالدنيا، بس يعني ما شاء الله عليهم. بس كمان ما حلموا يعني، لما ناموا وفكروا ما حلموا. حبيتوا شعراتي اليوم؟ طبعا حاطه بيروك انا اليوم. يجنن بجرب. بس قالوا لي انه شبه قصه سميره سعيد. يعني بجنن بس طلعت شبه سميره شوي. تاخذ العقل والله، تاخذ العقل على البال على البال. يلا طب بما انه شبه سميره تعال نغني لها غنيه. ايوه هي كثير كثير بتحب تعمل هيك. ايوه ايوه الجري بعد يومين بقى. على بالي لولا علي قلبك ميلوم وانا ما غالي. الصبح بقى. ايوه ومن هنا كل الاغاني ممكن تيجي. ايوه اهلا وسهلا واخيرا شرفتنا يا حلو. اهلا وسهلا اهلين يا حلو. اهلا وسهلا يا ماما. ناكل توتي يا ماما. الله يبارك فيك. تفضل يا مثالي يا مهذب يا موهوب يا رهيب. الله يبارك فيك يا ست. بتعرف انك جننت اهالينا والله. تعال مسكني مسكني يا بابا. ولا انت متعصب؟ لا ابدا. تعال رشيد غلام فظيع رهيب غير طبيعي. وسهلا تجنن تجنن. طبعا بغنى عن التعريف مجدي الحسيني العبقري. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بك. اجى اليوم مخصوص لحتى مشان رفقاتي بده يعلمهم الادب. لا هم اللي هيعلموني المزيكا بقى لانه هم طلعوا حكايه. لا هن عازفين ممتازين جدا. بدنا منك طبعا. تعال رشيد فكر لي زر جاكيتك يا باباتو. أيوة. يا مهذب بعرف انك انت كثير مثالي بس تعال اقعد اقعد هون جنبي. الله شو اخبارك؟ الحمد لله والله يبارك. من زمان ما اجيت على مصر؟ يعني 6 سنوات تقريبا. اه والله مجدي ما سمعته ولا مره. انا الحقيقه بوهرت في البروفا واحنا كده بنعمل كده زمان بنقيس التوناليتي. هنقول منين حكايه فظيع 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 جنني. اه والله. انت بتعرف انك صوتك حلو طبعا. وبتتعامل على هالاساس يعني انت شو بتحس انك البدايه صعبه عليك؟ انا بحس دائما الموهوبين الكبار بيستصعبوا البدايه. لا ابدا. ولا البدايه بمخيلتك شيء مختلف يعني؟ الفنان اذا كان غير مقتنع بنفسه لا يمكن ان يطرب الاخر يعني ابدا. ولماذا يعني تتكلم العربي الفصحى يعني؟ انا اريد ان اتكلم معك. هيا بنا نتحدث اللغه العربيه. والله لقد لقد اشتقنا. لا لو تكلمت لو صوتك. تكلمت بالمغربي لا تكلم بالفصحى. تكلم يا اخي بالفصحى وانا ساتكلم معك. ولا بد ان اتحدث العربيه. لا فظيع. سمعتك كمان على التليفون عم تحكيني فصحى. انا بدي اجرب احكي معك بس ما بعرف احكي كثير بالفصحى. انتوا بتقولوا نحوي بالشوام تقولوا نحوي نحوي او الفصحى في نحوي يا نحوي ايوه. طيب يعني انت بتحس انك واثق كثير من نفسك بزياده؟ لا ليس واثق من نفسي. يعني اذا كان الاشياء اللي يعطيها الفنان لا يحس بها هو بنفسه. يعني انت حاسس انك فظيع ولا مو حاسس؟ ببساطه هيك بدون فصحى حاسس انك بتغني غنى غير طبيعي؟ يعني انا اليوم كتبت على تويتر جاييني ضيف رهيب يلي قاعده عم بحلم اني اسمع صوته لايف. انا حاسس بان ربي اعطاني صوت مميز غير عادي. طبعا موهبة. لا لا ابدا موهبة جميلة. يعني انا بتحدث على نعمة الله يعني. أيوة لما اقول لك طولي في 75 يعني بحكي على الحاجة الموجودة طبعا. الله. وحاسس ان ربي اعطاني ايضا احساس بإزاء هذا الصوت يخليني يعني تعبيري الغنائي يكون اكثر. ما بتحب الاغاني الخفيفة؟ يعني في اغاني خفيفه. في اغاني خفيفه قطعت عند السنباطي خلاص. يعني انا عايش مع القدامى. عايش مع القدامى جدا. لا بسمع اشياء موجوده الان يعني. مين اكثر شيء بالنسبه لك حديث؟ قلت لي عبد الحليم بتحسه كثير مودرن.
اللي أسر السنباطي لا يغني لغيره تقريبا، خصوصا بالأواخر يعني، حتى محمد عبد الوهاب إذا أسرك السنباطي لا يروح الواحد عند محمد عبد الوهاب كثيرا يعني. حتى محمد عبد الوهاب يعجبني القصيد القديم، يعجبني أبو العلا محمد، الشيخ حسنين، إبراهيم الفران، سلامة حجازي، يعني القدامى. سلامة حجازي سمعت مرة بالفيلم بيقولوا سلامة حجازي، ولا عادل الإمام قال سلامة حجازي بس ما سمعتها للأسف، غير لما قالوا سلامة حجازي مسرحية صار. وأنا صالح حمولي بقى، صالح عبد الحي، ويوسف المنيناوي، الحاجات اللي والشيخ أبو العلا، أبو العلا محمد، وأيضا القدامى اللي بالشام، أيضا الشيوخ اللي يعني بكري الكردي وعمر الباتش وسيد درويش طبعا. سيد درويش من من عمل مصر يعني. هذا انا عايش مع هذا العالم، لكن اسمع اصوات موجوده جديده. مين اسمع بتحب تسمع يعني فعلا ولا لا؟ اسمع وما بيعجبك العجب على قول ستي ولا سيام برجب ولا بيعجبك يعني اللي اعطاه ربي نعمه يقدر النعمه في عندما يراه في مكان بدون معين، يعني بدون مجامله، بدون يعني ما تقول لا اجامل انا يعني بس اللي مثلا بحب والله كلهم، لا مو كلهم اكيد ما بتحب كلهم. لا يعجبني من الأصوات حقيقة ابنة حيي واللي أسماء المنور، صديقتي وأختي. حسيت أنا بدك تقول أسماء صوات. أنا شرب، يقال أن شربنا من نفس ماء الحي لأنه شبه بالأصوات. أيضا يعني بدون مجاملة من الأصوات اللي بعتز فيها، وبظن لا زالت تحافظ على. هون وقف عند حدك ماشي أوكي. لا أبدا لا. طب غير خلاص. والله لا مجاملة. أكيد بتحبني خلاص يعني عادي. يعني بس في فريد الأطرش برضو. يعني لا. فريد الأطرش يعني برضو. أنا لا أقيم الفنانين. لا أنا بقول أقول فقط على الأشياء التي أحبها يعني. لا أقيم الفنانين لا. الأصوات كلها جيدة يعني طبعاً. القلب ما يريد ولا شو بيقولوا؟ لا هو يجد نفسه يعني، هو يجد غني نفسه. غني لي مقطع من هالأموات اللي ذكرت. الأموات يعني الأموات الأحياء والله بتوع زمان. للأسف احنا بنشوف ناس أحياء. النقشبندي انت فيك شوي، انت مو متأثر فيه ولا لا؟ ولا متأثر بالمشايخ قبل النقشبندي يعني، إبراهيم الفران والفشني، طه الفشني، زكريا أحمد، وأبوه اللي محمد القصبجي أبوه أيضا كان من مشايخ أيضا يعني. من هناك خرج الفن الروائع. اي اكيد. طب غني لنا مقطع من هالاشياء اللي قلتها ذكرتها. غني لي شيء، قل لهم شو يقولوا لك رفقاتي. عند غرفة فقط موال ولا نغني يعني؟ اللي موال اللي هيك شيء يعني احبس لي نفسي يعني، ورجيني شو بتقدر تقول. استعرض المكسب، اعشق الاستعراض حجره لانه نحن اليوم يعني ابو الاستعراض معنا. لا يا عزيزي. استعراض والله العظيم. لا اعطينا رسول. يلا رسول. هذا لسه ما تجوزت وتخانقت مع مرتك هيك عم تعمل؟ يلا يا بيب اليوم يعني مزاجك مو كتير. ايوه غمض عيونك وانسى انسى لا بر في الحب يا أهل الهوى قاصمي، ولا صبوت إلى الأغيار.
ولا وردنا ولا تعصفر لوني بالهوى كمدى ولا تعصفر لوني بالهوى كمدى إلا بيورد مدمعي لقد قضيتم بظلم المستجير بكم ويلا ويلا من جوركم يا جيرة العالمين رفقا بصب غدت فيكم غدائره مشمولة رفقا بصب غدت فيكم غدائره مشمولة قبل عقد العقد بالقدم صبرا على مر العذاب بكم صبرا صبرا على مر العذاب بكم يا أحلى الناس ما أحلى بكم ألمي حليف وجد إذا هاجت بلابله حليف وجد حليف وجد حليف وجد إذا هاجت بلابله إذا هاجت بلابله إذا هاجت نجا الحمام فداوى الهم بالنغم بسم الله ما شاء الله انت مجدي مين كنت تحب من زمان؟ يعني مين حبيت من الناس اللي اشتغلت معهم؟ مين حسيتهم اصحاب؟ لا اصحابك حسيت معهم برفقه مثل يعني مثلا انا حتى من الشباب الفرقه يعني في شباب عرفت هيك كون انا وياهم كاننا يعني كاننا اخوه هو طبعا كان عمر خرشد الله يرحمه تعيش لانه عمر كنا بنلعب اصلا
في الأوركسترات الغربية، وكان عازف جيتار لأكبر فرقة جاز اسمها البتيشة. آه. كان فيها كمان الفنان العظيم عمر خيرت. آه. وللعلم عمر كان يعزف في البتيشة درامز مش كمان مش بيانو. يا الله. كان الأورجانيست بتاع الفرقة بتاع البتيشة كان هاني شنودة. انا كنت الأورجانيست بتاع فرقة اسمها البلاك كوتس. بلاك كوتس اللي هي المعاطف السوداء او البلاطي السوداء. كان يرقصها ابن توفيق الحكيم الكاتب الله. الكبير اسمه اسماعيل حكيم. وكان عازف جيتار برضو متميز، بس كان جيمي هندريكس خالص يعني، كنت كان متقمص جيمي هندريكس تماما يعني. فكانت في صداقة كبيرة قوي بينه وبين عمر الله يرحمه يا لدرجة ان عبد الحليم يعني الله يرحمه كان يقول لنا انا وعمر الفراودة بتوعي يعني. كان مسمينا الفراودة بتوعه يعني الله يرحمه الاثنين. طب مجدي بدنا تعزف لنا معزوفة مرة سمعتك عند علي الفردان، سمعتك بتعزف شيء أجنبي رائعة. ممكن تعمل لي إياها هلا؟ حاجة أجنبية؟ إيه عملت معزوفة يعني أجنبية يعني، هي كانت تسخين أنا كنت مع بعملها دايما في البروفات قبل ما نبدأ في البروفة. طب عمل لنا إياها هلا. وعبد الحليم كان مسميها شغل العفاريت بتاعك. هو بس هي مجموعة فلامينجو. هو كان دمه خفيف عبد الحليم شربات الله يرحمه، دمه خفيف، شكله باين انه دمه خفيف مع انه بنشوفه دائما حزين. كان بس شكله انه دمه خفيف غالبا اللي يكونوا حزينين في سمته عندهم قمه قمه في خفه الدم بسط. عبد الحليم يعني. طب عزف لنا اياها. Thank you.
ما تقول له ما تقول له ماشي حاله قول له ماشي نشست نشاستين والله وطبيعي انت ما شاء الله الشاي مفعوله خطير الله يعني دقينا لك الخشب سخنا وسلطنا هذاك اليوم اختي غنت اختي امونه تقبر قلبي قالت لي ثاني يوم صوتي مبحوح اصاله امبارح غنيت خايفه اكون حسدت قلت لها معناتها ام كلثوم لازم تكون محسوده كل الوقت رايحه السلام عليكم اهلا اهلا وسهلا هلا مولتي هيا لو هيا يا حلو هيا عمري اهلين وسهلين شو اخبارك شو اخبار ضحكتك الحلوه وانت يا قمره تعالي تعالي اللي عندك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لميا الرائعه اهلا اهلا استرامي فريد فرصه سعيده الحلاوه ازيك الله يسلمك انا كثير بخير مزالك اخيرا عندك كلمه بالمغربيه بالطلاقه مرسايد لا تكلم بالحلقه تكلم بالفرحه افضل ازيك يا مشرفين مشرفين اهلين وسهلين يا حلوين الله يخليك لميا والله رفعاني انت اه فيها لا ولا رفعتي بعد بالعكس انا تخنت بعد البروجرام والله الكاميرا انت قادره يا صح أصولة حلوة أصولة أهلين وسهلين بعد هيا إذا بدك هالعمود هذا اللي واقف هيك حاجز بيني وبينك يا بر ما فيش حاجة شو أخبارك يا حلوة الله يلا بخير قالوا لك إنه أنا قديش كنت حبك والله العظيم أنا قالوا لك ولا أنت أساسا ما كنت بتسمع بصوتي أنت ما بتسمع عربي أول ما رجعنا لبنان أول طبعا أنت اللي عندك بالضبط 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 13800 جنيه مصري تدفعي لي اياهم تدفعي لي على عيني على راسي بس صبون لا هو اول مره رجعنا لبنان بعد البلايند اوديشن خبرونا يعني الستاف كله انه ست اصاله بتشجع على فريد وشو شو كتبت عنه فريد ولميا لا بالاول كان فريد بعدين رجعوا فريد مجنني بضحكته يلعن شيطانه ونوع صوته يعني انا بحبه شوي مجنني صوته فريد كان طبعا انت فريد بتعرف رشيد اكيد فنان كبير وانت كمان هيك يعني جاي لك انهيار عصبي من صوته ولا لا اكيد لا اكيد انا جايب لي في عنده موال بيقولوا لوديع الصافي غنى لي قبل شوي يعني ما ممكن بتاريخ الامه العربيه حدا بيغني بهالشكل لا رشيد كانه كصوت مو طبيعي
يعني مالك كثير طبيعي مزبوط. لا لا ابدا المغرب في مجال في كثير من الاصوات تعرفوا اي وهذا المغرب اكثر اصوات يعني انا تقريبا كنت بشجع المغرب بهالبرنامج الله شرف لنا شرف لينا شجعتك قالوا لك اه اكيد انا لا انا قريت وكتبت لك على تويتر بس ما يمكن ما شفته لا قريت برا تويتر برك برا اللي بيسبوني قولي بتويتر بيسبوني في الغالب هالبرامج يصير فيها ضل بتصير فيها اجحاف كبير يعني اي للاسف يعني بالتصويت بيصير اجحاف يعني لانه في اصوات يعني هو جزء لا يتجزا من المسابقه هي هي اللعبة يعني ممكن تكون صائبه ممكن تكون العكس بس بتعرف انا بحس انه اللي ما بيفوز اللي بيطلع من الاواخر هو اللي بياخذ هيك قلوب الناس اكثر يعني معي انا هيك يمكن. يعني انا يلي ما يعني اللي فريد ولميا وفي كمان يعني شباب اللي ما فازوا بس فريد ولميا تحديدا كنت انا يعني فان لهم كل الوقت وطول الوقت جوزي بيقول لي يا اصاله فواتيرك عاليه التليفونات عاليه بقول له لا الا غمازه فرود الا غماز وعنده غمازتين يا ابو ضحكه جنان يا ابو ضحكه يا فريد حافظها ولا انت بتعرف فريد الاتراش اكيد بتعرفه حافظ شيء له انا عمري ما جربت يعني نغني موسيقى عربيه بس بحب كثير طب جرب هيك مقطع ما اعرف غني اغنيه هتعلموني اليوم هتعلموني اغنيه عربيه في الاغاني العربيه في اشياء كثيره من لونك يعني كثير من الاشياء عمري ما جربت يعني ابو دياب او لشم كاين اشياء مثلا اوكي في اغنيه الاصاله بالجيتار انت شو غنيتي لي بيبي كانت فتحت خير علي سمحتك سمحتك يا نور عيوني اول اغنيه طب غني لي اي شيء اي شيء بيخطر على بالك وتحديني وغمض عيونك يعني اعتبري انا اليوم مصلتني ورشيد بده اليوم يقضي علينا والاستاذ بدنا نستفزه للماكسيموم عارفه ان اليوم بدون هي احكي اغنيه اللي لك يعني في اغنيه في البرنامج لا جاي على بالي هلا هيك اول قولي اللي بدك اياه اللي جاي على بالك اللي مصلتني عليه اوكي من زمان علمني بي من زمان قال لي يا ابني اسمع حكمة هالزمان من زمان علمني بي من زمان من زمان حكمة ورثها من أيام جدي وعلمتها لابني ولبنتي يابا حبيبي كملي حب الوطن إيمان حب الإيمان أوطان حب الوطن إيمان إيمان حب الإيمان أوطان من يومها حبيت أنا لبنان لبنان يا قلبي الله لا أنت كمان أحلى من التوقعات مشان هيك شو تشربي ما شاء الله شاي من إيدك شاي تعالي معي شو تشرب فاروتي أنا كمان أحب شاي شاي كمان من يديك كيف سكرك كيف السكر أي سكر وي سكر يعني سكرتين ثلاث سكرات أربع سكرات ثلاثة بركة الله 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 روحي جيبي مايكروفونك تعالي روحي 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 حالا قولي لهم فريد قل لي شيء مش عم تغني معك كمان لميا وغني أنا وجيبي لي مايكروفوني بطريقك بيبي سمع يا جماعة اللي قبل ده الله الله يا عيوني انت شو يقولوا لك قلت لهم قل لهم شو يسلطنوك عشو يا بيبي ممكن يا شباب
نعمل وهران ورحتي خساره وهران يا يا اللي ماشي بيها دادي وصو يتهلو في البلاد
أرضي أرض جدادي وصيتني على الناس نركودنهم وتموا الكاس وصي على الناس نركودنهم وتموا الكاس يا الزنا والكاس والمايدة راها عشربنا فايدة يا الزنا والكاس والمايدة راها عشربنا فايدة يلا أستاذ رشيد حبيبي حبيبي
الله 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 احسنتي رائعه شيء رائع جدا 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 هعمل نسكافيه دائما لم يرى رائع بدي اتحداك يلا بورجيكي اذا مالي مكسره هذا عرفت يلا تعال ساعدني تعال غشود تعال انت خلص صديقي فور ايفر ان شاء الله غصبا عنك صديقي وبدك يعني طول الوقت تنضرب مني بس استأذني استأذني من زوجتي انا حبي قاسي استأذني من زوجتي لا انا بدي اياك تكون صديقي اخي ان شاء الله هي مرتك لهالدرجه بيبي يعني ما في عندها هيك وانت راك ماشي بالحياه صديقي اخي لا لا فقط وداعبها يعني يلا تعال فاروق على السفرة يلا تعال فاروق كل واحد كل واحد فينا يقول على هي الحاجه فرودي ودي بابا ساعدك بشي؟ يلا اللي كان تعالي يا عيوني انت انا علي اكل وخلاص انا دوق انا هدوق هنغني من فات المعاد الليل حيموت علينا يلا عملنا دلوقتي؟ على الله شو غشود شو هاي هو عزفها مع على الله انت اصولا يا قلبي لا 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 في الربع لما كنت بالبرنامج لما سالوني شو بدي اعمل وطلعت من الله وكانه ما عندوش الارباع دقت الساعات تصح الليل دقت الساعة تصاح الليل 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 وحر في عز الليل أسود التنهيد والوحدة والتسهيل ترارارا وأسود التنهيد والوحدة والتسهيل لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد واسود التنجيد والوحدة والتسجيد واسود التنجيد و
والوحدة والتسجيل لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان قول للزمان ارجع يا زمان وعايزنا نرجع زي الزمان قول للزمان ارجع يا زمان وهاتلي قلبي لا ذاب ولا حرب ولا جرح ولا شاف حرمان وهاتلي قلبي لا ذاب ولا حرب ولا انجرح ولا شمس حرمان تفت بإيه يا ندم يا ندم يا نغم بتعامل إيه يا عذاب تفت تعملي ايه يا عذاب طالت طالت ليالي ليالي الألم طالت ليالي 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 الألم واتفرقوا أحباب واتفرقوا وكفايا بقى تعذيب وشقى وكفايا بقى تعذيب وشقى ودموع